في نفس الوقت النهاردة أطلقت وزارة الصحة والسكان بحضور الوزير الحملة القومية لمكافحة العدوى بفيروس سي والتوعية بأخطار تفشي المرض وسبل الوقاية. كنا هناك وشهدنا على جانب من المؤتمر، نشاهد. أطلق وزير الصحة والسكان صباح اليوم الحملة القومية لمكافحة العدوى بفيروس سي للتوعية بأخطار تفشي المرض وسبل الوقاية منه، وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة وجامعة دمنهور. احنا لدينا العديد من المفاهيم والموروثات الخاطئة اللي بتؤدي الى تفاقم المشاكل الصحية، لابد ان نستطيع جميعا ان احنا ننزل لمستوى الانسان البسيط الموجود في الريف المصري ونعلمه العادات الصحية السليمة اللي بتمنع توالد وتكاثر وانتشار الأمراض. هي دي الرسالة اللي احنا واجبنا ان احنا ننقلها للمجتمع. النهاردة الحملة القومية لمكافحة العدوى فيروس سي في مرحلتها الاولى هتهتم بتغطية التوعية أو بنشر التوعية على مستوى 10 محافظات. ال10 محافظات النهاردة في مركز التعليم المدني في الجيزة أو في الجزيرة بيحتضن تدريب 150 شاب وشابة من 3 محافظات، هم القاهرة والجيزة والقليوبية. احنا وزارة الشباب والرياضة عندنا طاقة كبيرة جدا نقدر نوصل لكل مكان، عندنا انتشار جغرافي كبير جدا على مستوى 27 محافظة، عندنا برامج رياضية كبيرة جدا الناس بتتابعها بشكل أو بآخر، عندنا مباريات الناس بتتابعها بشكل أو بآخر، مستعدين لو في أي حملات توعية إعلامية إحنا مستعدين في وزارة الشباب والرياضة نتكلم مع كل أصحاب المحطات الفضائية، نتكلم مع كل مقدمي البرامج الرياضية، نعلن الكلام ده في كل ماتشاتنا عن طريق وسائل الإعلام المختلفة. أنا شايف أن دور المجتمع المدني متمثل في الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات الغير حكومية، ودور الشباب سواء كانوا شباب عاملين في القطاع الصحي او غير عاملين في القطاع الصحي دور مهم جدا جدا، وبيفرض على الواقع اللي احنا عايشين فيه تحديات كبيره ان احنا نواجه المرض دوت بشكل كبير من الوقايه. احنا كنا كشباب بننزل مراكز الشباب وبننزل البرلمانات اللي في البلد، تمام، بنقدر نوعي الناس وندربها ازاي ينزل كطالب متطوع يوعي من مرض فيروس سي.